ففي هاي الفترة كان عندي ألم في رجلي كبير 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 كبير، بس في الآخر وصلت المستشفى، عملت العملية الأولى، شلوا لي الورم وكل شيء كان ممتاز، كان كانسر فري، وكنت رجعت على شغلي، رجعت على وضعي الطبيعي وفيش سرطان نهائيا. لكن بعد فترة كان لازم أعمل إشعاع كنوع من الوقاية للرجل، كانت الرجل موجودة وعادي عادي ما في مرض ولا إشي. عملت راديشن إشعاع في مدينة القدس، فكل يوم كنا لازم نطلع على القدس أعمل إشعاع. في الجلسة 20 لازم 33 جلسة، بلشت تصير مضاعفات في الرجل، بلشت الرجل تنحرق، ومش بس تنحرق، شو بتقصدي تنحرق يعني؟ يعني كأنه معطيني أوفر دوز راديشن، جرعة عالية من الإشعاع، انحرقت الرجل، صار تطلع حفر مليانة التهاب، مليانة مدة، طلعت ريحة من رجلي. كنت أتأسف للناس لما يجي يزوروني أقول لهم متأسفة من الريحة اللي طالعة من إجري، ماتت رجلي قبل ما أنا أموت. زي كأنه فالرجل انحرقت من الركبة وتحت، كان مناظر دم مدة تنزل كأنه سوائل بشكل رهيب، صارونا خضرة، انحرقت. حاولوا يعالجوني، فيش تجاوب للعلاج. فمن الخوف والمسؤولية حولوني على مستشفى في إسرائيل. هناك في المستشفى اللي في إسرائيل حاولوا يعالجوني بمضاد حيوي ينقذوا الرجل. 40 يوم وأنا في المستشفى بعيدة عن أولادي، أنا وكريم بعيدة عن أهلي، ما كان في تصريح إنهم يقدروا يجوا يزوروني، حتى لحالنا كأنه في مدينة غريبة. وين إحنا؟ 40 يوم محاولة للعلاج، فيش استجابة للعلاج. بالآخر قالوا لي إحنا منا نحاول نعالجك في الدود. شو الدود؟ إشي اسمه ماجوت ثيرابي، علاج الدود. هذا الدود بوضعوه على الرجل، بيكون شعيرات يوكل، يعني يوكل اللحم الميت، لأنه كان ميت كتير لحم في الإجر من الراديشن، فكان ميت، فهذا الدود بوكل بس اللحم الميت. أنا أقول رفضت الفكرة، من الاسم طبعا مخيف، مخيف يعني، كان مخيف بالنسبة لي، لأنه الدود بوكل الإنسان هو ميت. مش أنا اختبرت يعني انه اكل اجر الدود وانا عايشه، بس هذا كان نوع من العلاج يعني، عشان نوضح، هذا اغلى نوع علاج، وهم قالوا لي جدا مفيد واجرك راح تتحسن. قبلت ووضعوا الدود على اجري، كان شعيرات صغيرة صغيرة صغيره، حطوها وسكروا على الاجر. بكبر من كتر ما باكل اللحم الميت، اشعر انه إشي باكل في اجري، وعض وينزل دم، بس مسكر انا مش شايفته. خلوه 48 ساعه على إجري، فكوه، لقيت نص إجري مأكولة. كانت الإجر، فوقتيتها هجاني كأنه تأمل روحي من الله، إنه خلال 48 ساعة اتاكلت نص إجري. طب يوم ما أنا أموت جسدي كامل، خلال مزبوط يوم ما بقوله 3 أيام الجسد كله بتحلل وبروح. فحسيت قديش الجسد إشي فاني. هل قد الجسد في خلال 48 ساعة راحت الإجر أكلها الدود، ونفس نوع الدود اللي بكلنا وإحنا ميتين هم اللي حطوا لي. فكانت تجربة جدا مؤلمة، تجربة حتى يوم من الأيام حطوا لي جلستين، يوم من الأيام كانوا ناسين فتحة وطلع الدود كله على جسمي. حسيت إنه أنا بتاكل حقيقي، كأني في قبر وقاعدة بتاكل. وقتيتها الرب كأنه بدي يفرجيني، شايفة يا كاثرين الجسد يوم من الأيام، قد ما يكون الجسد اللي من لبسه أحسن لبس وأحسن ماركات، الجسد اللي من عطره واللي منشتري له واللي من حممه، وبكون في أحلى صورة وأبهى طلة في الكفن، في الكفن. نعم. يوم من الأيام، لا هي في الحقيقة. بس يوم من الأيام راح يأكل الدود. قد ما يكون الإنسان غني فقير، راح يوم من الأيام الدود يأكلنا. فحسيت إنه فعلاً في جزء تاني في الإنسان أهم كتير من الجسد، اللي هي الروح. الروح الأبدية اللي راح تستمر للأبد.